بسم الله الرحمن الرحيم. اثناء المشاركه في مسار عقبه الصفا سعيد تنتخب الاخوه الكرام. اسمك الكريم؟ حمد بن حميد بن سعد. من اين اخ حمد؟ ولايه ابو صنعاء. ما شاء الله، ما اهميه مثل هذه المشاركه؟ هذه المشاركه اول شيء التجمع والتعارف، وايضا اللياقه البدنيه مطلوب لكل شخص ان يبادر في هذه التجمعات واللياقه البدنيه. رساله تحب توجهها؟ والله اوجه الاخرين للجميع ان يهتم بهذه الرياضه، لان هذه صحه للجسم، وايضا صحه للمعنويه، لازم ترفع معنويتك. والمشي يعني مثل الصيدليه. نعم ما شاء الله. الدواء. يعني ايش قال الطبيب؟ لو كان دواء لصرفته بالمره. نعم. فنسال الجميع ان يمارس الرياضه وان لا يترك اي تجمع مثل هذا. نشاط، والانسان لما تكون في مجموعه اكثر تتشجع للمشي. نعم كذا. فشكرا لك الدكتور. جزاك الله خير. هذه الهمة وهذا النشاط، فأنت المشجع للجميع. جزاك الله خير. أحسنت. الله يوفقك.